اليوم الخمسة متاع العشية بشتوق على القرعة متاع دورة اليوس اوبن. ربما وقت اللي يهبط الفيديو ديجا تكون القرعة اتعملت، لكن بورين فوا القرعة باش تتم المرة ذي وراء أبواب مغلقة، يعني لا هم باش يعديوها لا على اليوتيوب ولا في قنوات التلفزيون، دونك باش يعلنوا عليها بلوتار. أكيد ثم شكون باش يمثل لاعبين ولاعبات يكونوا حاضرين في القرعة، سا سي سور، لكن كما قلت باش نعرفوا النتيجة بعد ما تتم القرعة، يعني الستة ولا السبعة متاع أنفا. دونك في الفيديو ذا حبيت نعطي آخر المستجدات، آخر أخبار من أمريكا المفتوحة جوست قبل القرعة. ومن تونس وبكل لغات تضعنا في أحلى قناة سبورت فانز around the world appassionati di sport di tutto il mondo لوبيتي لسبورتا صفصيفو ميلا النصور تتقدم هدف عالمي خلاصي مرات في أحلى تحليل في التنس وفي الكورة مع ليك مثيل سبورت فانز around the world فانز دي سبورت الموند انتي سكاي كوك دي تك تايك مايي أبطال تونس نحكي عليهم أصحاب الراية ربي خليهم في تونس وفي كل قبل ما نبدا نذكر وان اليوم وقعت الكونفيرونس بريس بتاع دوره الياسمين بالمونستير دوره ثالثه، والسؤال اللي ربما يخموا فيه الناس كل اسكو باش تشارك اونس جبر ولا الاجابه قالت لنا عليها سلمى المولهي في خضم الحديث نتاعها والتصريح اللي قالته. نسمعوا اش قالت فيما يخص النقطه هذه بالذات. أنس وي هذا سؤال تطرح منذ بداية الندوة الصحفية. أنس جابر كما تعرفوا عندها ظروفها، أنس جابر مرت بظروف صعبة فيزيكمون وذول اللي شفتوه من خلال كل المباريات الدورات الكبرى اللي تلعبوا وشفتوا كذلك الديكلاراسيون نتاعها خلال الألعاب الأولمبية عليه ما لعبتش. التواصل مع أنس صعيب شوية الفترة هذية على خاطر قاعدة كونسنتري مع التيم نتاعها باش تعاود ترجع الروبوندي. كما قلت لكم احنا عندنا زوز بطاقات عبور نعطيوهم للاعبات مصنفات في التوب 10، البطاقة العبور بتاع أنس باش تقعد لاخر دقيقة. اون غارد توجور اسبوار. أنس تونسية ووطنيتها كبيرة نعرفها، خدمت معاها ملي كانت جونيور، من قبل ما نكون رئيس جامعة خدمت مع أنس جابر، وطنيتها كبيرة، مي اجوردي ما نجموش نحطوا رواحنا في بقعتها. دونك انا كرئيس جامعة المعلومات اللي عندي الكل عطيتهم لك. أنس سي اون جويز بروفيسيونيل على سنتيم على سون ماناجير. دونك سي لو سوي دو تو الموند، سي مون سوي. كي نقول سوي نتاع رئيس الجامعة هو سوي اي تونسي، خاطر انا نمثلكم ونمثل كرة المضرب. دونك ثم في كلامها راهو سلمى المولهي برشا حاجات تاع خلويذ تحكي على التوب 10، واصلا أنس جابر ماهيش في التوب 10. اون فان دونك المهم واضح انه بالنسبه للجامعه التونسيه ما يعرفوش اسكو باش تشارك أنس جابر ولا لا. سولا فو دير وانه أنس جابر ني با انكور كونفيرمي سا بريزونس في دوره الياسمين، في حين ثم لاعبات اكدوا مشاركتهم كيما مثلا ميار شريف. اون فان خلينا تو من موضوع دورة الياسمين، هي باش تبدا لو 9 سبتمبر جوست بعد اليوس اوبن. خلينا تو مركزين في اليوس اوبن تو ان شاء الله الايامات الجايين تو نحلوا الملف نتاع دورة الياسمين ونحكيوا عليه بالتفصيل ونرجع حتى الكونفيرونس دو بريس هذيا
والحديث اللي تقال في الكونفيرونس دو بريس. فوالا دونك نمشيو توا ل11 جابر. 11 جابر امبارح ريناها في التدريبات على الملاعب نتاع فلاشينغ ميدو، وثم لقطه ريناها في وسط التدريبات نتاعها تشير الى الكتف نتاعها، والمدرب الوقتي نتاعها فارغاس، المدرب الوقتي نتاعها خاطر عصام في تونس حاليا راهو دونك اسباني فارغاس، ريناها كيفاش دونك اشارت لكتفها. واحد هذه هي اللقطه شوفوها با اكيد باش تحل تاويلات على اللقطه ذي. احنا في بالنا ونعرف هو انه مازالت ما براتش من الاصابه اللي في كتفها، والاصابه ذيك اللي تعرضت لها وقتها في واشنطن في الماتش اون دوبل مع بادوزا، وقتها انسحبت وما لعبتش في واشنطن، بعد مشات لعبت في سنسيناتي والماتش الاول خسرته وريناها في مستوى ضعيف ياسر، والاصابه نتاع الكتف ربما تفسر جزئيا المستوى اللي ريناها به وقتها، ومن وقتها قاعده تحاول ترجع في اسرع وقت، وذاك علاش حتى في لي زونترينمون ما ريناهاش تحاول تجهد نفسها برشا. داير الحصه التدريبيه امبارح كملتها، يعني بعد اللقطه ذيك ريناها كملت الحصه التدريبيه نتاعها، مي اسكو الي 100% في كتفها؟ سي سور وانو لا، لا مازالت متقلقه من كتف. اسكو لي كابابل ولا يعني قادره تشارك وتلعب في اليو اس اوبن؟ نتصورها باش تاخذ وقتها من هنا نهاية العام باش تبرا وتداوي المشاكل اللي عندها الكل، في انتظار وانه سيزون جاي الموسم القادم يكون افضل من الموسم الفارط. هذا تصوري انا، وتو نشوفوا واش باش يصير في الايام القادمة. باش نعطي شويه متفرقات واخبار حول دوره اليو اس اوبن. امبارح لعبوا ماتش استعراضي اغاسي والكراز ضد جوكوفيتش وماكيرو، ماتش روعه فرشه فيه. طبعا خلي لكم الرابط نتاعو لوتا خاطر الموقع الرسمي على اليوتيوب نتاع دورة امريكا المفتوحة حطوه الماتش كامل، ماتش فرجة فيه يعمل كيف. في الاخر جوكوفيتش وماكيرو ربحوا الطرح، با هو الكل تفدليك وضحك. اما كماكيرو يولدي ورا لقطات شيء كبيرة الباري، وانه مازالت البركة به ايجالمون. ثم المرفت انا جبت على وقت اللي نعطي في الترتيب العالمي جديد، قلت فوندروسوفا بحكم انها ماهيش باش تلعب في امريكا المفتوحه فانها باش تخرج من التوب 30. ثم شكون بعث لي يسال فيا علاش ماهيش باش تلعب في امريكا المفتوحه؟ على خاطر ماركيتا فوندروسوفا عملت عمليه على كتفها وبالتالي باش تغيب لمده طويله عن الملاعب. هذه هي التدوينه تاع احدى المواقع الخاصه بالتنس النسائي، هبتوا تصويرتها في الكلينيك وبعد العملية. العملية كانت ناجحة لكن باش تغيب على الميادين مدة طويلة ماركيتا فوندروسوفا. تعرفوا زادة وانه ثم دو تورنوا قاعدين يتلعبوا حاليا، هما دورة مونتيري من فئة 500 نقطة ودورة كليفلاند. ثم دي سوربريز كبار صاروا في الايام الاولى من الدورتين هذوما. اريكا اندريفا مثلا، تعرفوها هيريكا اخت ميرا، مش ميرا اندريف، اخت ميرا، اتاحت دانيال كولينز. تخيلوا دانيال كولينز اللي عملت شاط حباطح ودخلت غوله في الناس الكل، خسرت ضد اريكا اندريفا في الدوره هذيا، ودانيال كولينز هي التادو سيري نيميرو 1 في التورنوا هذايا، اتاحت بها دونك اريكا اندريف. وفي دوره كليفلاند نفس الشيء صارت مفاجاه كبيره ياسر. انا بوغدان اتاحت تادو سيري نميرو دو في تورنوا نتاع كليفلاند، ليلى فرنانديز اللي مرينا المستويات الكبيره اللي لعبت بهم في دوره سنسيناتي، خسرت في ثلاثه مجموعات ضد ليلى بوغدان وخرجت من التورنوا هذا. فوالا دونك مانيش باش نزيد نطول عليكم اكثر، في انتظار قاعد انا بيرسونيلمون نستنى توا في القرعه باش نشوفوا الباركور مشكل نتاع اونس جابر نتاع اللاعبات الكل، ومع العلم وانه التورنوا يبدا بشكل اوفيسيال يعني البرومي تور نهار الاثنين الجاي ان شاء الله. راهو امبارح هبطت فيديو عملت له طول دوبلاج بالانجلي، وعطيت فيهم بعض المعلومات سورتو اهم معلومه هما شكون اللاعبات اللي باش توجهت لهم بطاقات دعوه بالنسبه للنساء اللي يهمونا احنا تو السيدات. زوز مهمين برشا هما اوزاكا
وبيانكا اندريسكو، هذوكم توجهت لهم بطاقه دعوه وبالتالي باش يشاركوا مباشره في التابلو برانسيبال يعني تاع دوره اليو اس اوبن. فوالا ان شاء الله بعد باش نشوفوا القرعه، وغدوه نهبط فيديو نحكي فيه على القرعه تاع دوره اليو اس اوبن. الى اللقاء.